الحميات الغذائية الغنية بالبروتين ممكن ببعض الأحيان تكون مضرة بالصحة. تفاصيل كثيرة عن هالكلام رح نتابعه سوا بهالتقرير. سلطت دراسة الضوء على المخاطر السمية اللي ممكن تنتج عن الحميات الغذائية الغنية بالبروتين، ويلي يمكن انها تؤدي لاضطرابات عصبية شديدة. ومن الشائع اتباع الحميات الغذائية الغنية بالبروتين المعروفة باسم حميات العصر الحجري او الحمية الباليوليثية، يلي بتشمل هالحمية تناول الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والاسماك والبيض والمكسرات والبذور. ورغم فعاليتها بتنظيم الوزن والسيطرة على مرض السكري، الا انه الحميات مانا خالية من المخاطر، فالفائض من البروتين بيؤدي لزيادة كبيرة بإنتاج الأمونيوم، وهذا الشيء بيجهد وبيتعب الكبد، فالفائض بيتسبب باضطرابات عصبية وممكن تؤدي بحالات شديدة للغيبوبة. واستخدم الكثير من العلماء والباحثين هالدراسة وطلع معه النتائج منها فقدان الوزن للسيطرة على السكري، فالسكري من النوع الثاني مرض أيضي بتزايد مستمر وبسبب نمط الحياة الخامل وأسباب تانية متعلقة بالنظام الغذائي، فبكافح البنكرياس المتضرر لتنظيم مستويات السكر بالدم، وبتساعد العلاجات الحالية بالسيطرة على تقدم المطر، لكنها ما بتعالج السكري، وغالبا ما بتكون فقدان الوزن جزء أساسي من العلاج. وبيشرحوا الباحثين أنه يمكن استخدام الحميات الغذائية الغنية بالبروتينات الحيوانية والنباتية والمعروفة باسم حميات العصر الحجري لتثبيت مرض السكري من النوع الثاني وتنظيم الوزن. واستوحيت هالحمية من الحميات الغذائية المعتمدة على البروتين الخاص للاعبين كمان الأجسام أو الرياضيين أو حتى الناس اللي بدها تعالج الأمراض. ولكن الدراسة ختمت كلامها وقالت أنه الغذاء لازم يكون متوازن وصحي وغير معتمد على نوع أو نوعين فقط، وإنما أنواع ووجبات وأطباق، ولكن بكميات خفيفة ومقبولة.